قول لنا علاش المغاربه ما كيقطعوش من ماما الراجلين؟ وهي تنظن هذه تربيه، حيت القوانين في اوروبا فاش انسان ما تيدوز ماما الراجلين تتجيخ مثلا براسيه وخطيه، وكان عندنا حتى حنا قوانين هنايا الانسان يحترم القوانين، مثلا تيبان له الضو احمر هو قاطع وتيبقى يزيد دي على هذوك السيارات اللي دايزين. يكون كانت التربيه والوعي من الاول راه يحترم القوانين ديالو، حتى السيارات عاوتاني تشوفوا الضو وتشوفوا الماما الراجلين واخا ما يكونش فيه ستوب وتيخليكش تقطع، ما تكون مرة كبيرة ما فاهماش ما يحترمهاش ويقف ويخليها تدوز. انا هادي تلقى فيه مشكل، فما تنبغى نقطع مثلا ماما الراجلين ما تيحترموش السيارات. يعني هادشي كان خص تكون واحد الثقافة، خص تكون توعية باش الانسان كلشي يوعى بهادشي والجيل اللي غيطلع يكون يعني حافظ القوانين، وتكون يعني واحد التوعية من الاعلام من التلفازة من المدرسة من كل شيء، باش هاد الوليدات اللي جايين ان شاء الله ما يبقاوش يلقاو. حنا شحال هذا ما كانش هاد السطوبات وما كانش هذيك الناس تنتمو غاديين. وقعت لي واحد النافر بار غادي قاطع من وسط الشانطي، وعيط لي واحد البوليسي قال لي انت قنيطري درت اه واش عرفتيني، قال لي انت دايز وسط الشانطي قنيطري تيدير هاد الفوضى. المهم نتمناو ان شاء الله يكون الخير، وهاد ما تنهضرش عليها حنايا ولاد الناس الكبار، الجيل اللي جاي صاعد ان شاء الله يحاولوا انتم التوعيه ديالكم وتا الاذاعات يوعيهم، ونتمناو الخير للجميع. بيتون هذوك حيتاش ما تفعلات المخالفه ديال 25 درهم للمخالفين للمساله، هذه حاجه. وثاني حاجه هذا سلوك مدني اللي مازال ما رقاليش السلوك ديال المواطن المغربي، وصافي هذه اللي كاين شويه ديال الفوضى كتطبع والانتقائيه في تطبيق القانون السير، كتوقع المخالفات على السائقين ولكن مستعملي الطريق الاخرين بزاف بما فيهم الراجلين ما كتوقعش عليهم المخالفات اللي خصها توقع على الجميع بدون تمييز ولا انتقائيه. هادشي اللي كاين. المغاربه ما كيقطعوش من ماما الراجلين. اختي نقص الفكر، لو كان عندهم التفكير غيشوفوا الخطوره ويشوفوا الضوء خضر شاعل خاصه في امكانه يوقف، ملي تيكون الضوء شاعل الضوء الاحمر في امكانه يقطع. دابا الانسان تيقطع بلا ما يشوف لا هك لا على اليمين لا على اليسار، تيلحق وتيقطع حتى تيوقع اللي وقع تيقول لك الفوتيف هو مول الطوموبيل وهو الفوتيف منه هو، خاص شويه ديال التفكير. الحل اللي خصنا نديرو هو الانسان خصو يتعاون على التفكير، يعني الا ما عاونش راسو براسو راه ما كاين والو، ما نعاولوش على الشرطي ولا نعاولو على انسان باش يقطعنا ولا هذا، خاصنا حنا نشوفو الخطوره نفسنا عاد يمكننا باش نقطعو، نضو نشوف على اليمين ونشوف على اليسار، نلقى الطريق خاوي عاد امكاني باش نقطع.